بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه السلسلة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تمام القبول وتمام التوفيق في هذا الشهر المبارك الأغر. نواصل هذه الرسائل المباركات سائلين الله سبحانه وتعالى تمام التوفيق. في هذه الرسالة إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتحدث عن رسالة الصفاء. الصفاء وعاء العطاء. في رمضان لا بد أن تصفو القلوب وأن تصفو النفوس وأن تتطهر من البغضاء والشحناء ومن الغل والحسد والنميمة والغيبة وكل هذه المعاني المفسدات للصيام والمفسدات للأخلاق. في رمضان دعوة إلى الصفاء الكلي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث الشريف أنه إذا سابك أحد أو خاصمك فقل إني صائم إني صائم، تأكيد على هذا الصفاء وتأكيد على هذا النقاء وتأكيد على هذا الطهر القلبي والنفسي. رسالة رمضان أن تصفو قلوبنا وأن تصفو نفوسنا وأن نصبح بإذن الله سبحانه وتعالى صفاء في صفاء. رسالة الصفاء هي رسالة الأخوة والمحبة، هي رسالة الرحمة، هي رسالة تجمع الكثير الكثير من المعاني. ولذلك فإن من رسائل هذا الشهر المبارك أن نكون من أهل الصفاء وأن نكون ودا لأهل الصفاء وأن نجتهد وسع ما استطعنا حتى نصبح بإذن الله سبحانه وتعالى ممن حقق الله فيهم هذه الصفة وممن اصطفاهم وجعلهم بإذنه سبحانه وتعالى من أهل الصفاء، لأن أهل الصفاء هم أهل النقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.